دليل حيرين عون إحصاء على مستوى بلدية سيدي محمد بالعاصمة ستشارك في الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي انطلق اليوم عبر ربوع الوطن. ولضمان نجاح عملها الميداني خضعت هذه السيدة رفقة زملائها لتكوين مكثف من قبل مختصين. فترة تكوينية داروا عنا على مستوى بلدية سيدي محمد مع أساتذة مكونين اللي كانوا هما نفسهم داروا تكوين من قبل، وحنا كونونا هاد الأساتذة وانا راح نخرجوا للميدان باش نقوموا بهاد الحملة الإحصائية السادسة، وان شاء الله تنتوفقوا فيها وتكون عندها إيجابية لما سيكون مستقبلا على مستوى التهيئة العمرانية. وبما أن العنصر البشري معول عليه كثيرا لإنجاح الإحصاء السكاني، فقد تم تسخير أزيد من 67 ألف مستخدم، فضلا عن تسخير إمكانيات مادية معتبرة لضمان نقل أعوان الإحصاء وتسهيل مهامهم. بادر قطاعنا الوزاري بمعية السيدات والسادة ولاة الجمهورية بوضع جملة من تدابير تحذيرية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر ربوع الوطن، سيما من خلال تسخير أزيد من 67 ألف مستخدم من مهندسي ولايات، مندوبي بلديات، مكونين، مراقبين وأعوان إحصاء، فضلا عن تعبئة أكثر من 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري المكلف بتنفيذ هذه العملية. الإحصاء العام للسكان الذي يستمر لغاية 9 أكتوبر القادم هو عملية ستعكس نتائجها مستوى الجهود الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، كما سيوفر قاعدة بيانات لتكفل أفضل باحتياجات المواطنين.